تحية للمشاهدين المحترمين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. هنا في عدد جديد وحصة خاصة رفقة المحللين والمبدعين والمنصر الوفي هنا في مدينة الوادي. دعونا نرحب بداية بالمحلل الرياضي الكابتن عبد الله غرنوق. مرحبا بك عبد الله. بكم مرحبا، أهلا وسهلا معكم كضيوف في برنامج اليوم معك الأخ عبد الله، مشكورين على الاستضافة. شكرا لك عبد الله. معنا المناصر الوفي لنادي الاتحاد السوفي دادا جباري. مرحبا بك يا دادا جباري هنا في هذه القناة، وسعداء جدا بحضور معنا. إن شاء الله الله يبارك فيك بن علي، وتحية لك وكل اللي متابعوا فينا الآن، وكل أنصار واتسوف وأنصار وهرة لهم في مدينة واتسوف، نقول مرحبا بكم وراي مدينتكم. حلتم أهلا وسهلتم سهلا إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مقابلة قوية قبل النتيجة سهل. إن شاء الله. نعم مشاهدينا الأكارم، في هذه الحلقة التي من خلالها سوف نتحدث عن الكثير ونحلل الكثير من المباريات القادمة، بداية من خلال هذه الفقرات. البداية ستكون الحديث عن مباراة الاتحاد السوفي، وكذلك عن نادي مولودية وهران، كذلك مباراة أولمبيك المقرن أمام وفاق سور الغزام بكل تأكيد بالقسم الثاني، التي ستكون مباشرة يوم السبت على الساعة الثالثة. كذلك الحديث عن تعيين ولي صدر رئيس للاتحادية، وانضمام جويري للمنتخب الجزائري، وانسحاب الجزائر من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 و2027، ويعني اعطاها للمنتخب عفوا لدولة المغرب، وكذلك لدولة غينيا وكينيا اعتقد وأوغندا. في البداية دعونا نتحدث عن مباراة الاتحاد. كابتن جباري بداية معك، بعد الخسارة بنتيجة 3 أهداف لهدف في مباراة بسكرة، بالعطوي من جديد يحضر لمباراة مولودية وهران التي ستكون يوم السبت على الساعة 3:45 بملعب الشط. كابتن الجباري كيف ترى هذه المباراة؟ يوم الجمعة المقابلة. نعم جمعة يوم الجمعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المقابلة يعني اتحاد بسكرة اللي خسرنا فيها 3-1، يعني كنا منتظرين هنا واحد منتظرها يعني خسارة، معنا كنا نتمنى احنا الحق بصراحة، مش اني شيء حاب، لكن دايرة باش نخسروا بعد التعوامل. يعني اولا الفريق كلها جديد، اول حاجة الفريق كامل جديد 100%، يعني مش اسمع. الحاجة الثانية اغلب اللاعبين مش متأهلين، ما يخدموش الوثائق تاعهم. نعم يعني، واكثر من هذا حتى ولو معناها تجيب النجوم كامل مش تلعب بيهم، لما بعض مش سهل باش تاقلم في مقابلة الأولى ولا في الثانية، وأول مرة يلعبوا في القسم الأول. ومين يتأسف يعني عن بعض الجمهور يسب ويشتم في المدرب العطوي، بالعطوي نعرفوه فاميليا ونعرف أنه منذ زمان مش متو، من كان لاعب هذا كون بدأ يلعب في المريت وهرة والبركبط. يعني هنا للأسف كاين نسات ما مش راضين اللي يشتم هذا، ما عندهمش علاقة بالرياضة، لأنه مريح في داره وينشد يستلف وجدارة اتحاد سوف خسرت، انعك كذا من المدرب مباشرة. بعد لازم تكون عارف الفريق كيفاش راه يصير، لان الانتقاد مش مباشرة تنتقد المدرب، كاين بعض الاحيان ينتقد المدرب، كاين ينتقد الرئيس، اللاعبين، الارضية، التحكيم، يعني متنوع الانتقاد، مش ديريكت تمسح المسح المدرب. احنا هذه ماذا بينا، والحاجة الاخرى ماذا بينا تعطوا صورة سمحة، احنا فتناها للمقابلة الاولى، وان شاء الله تكون معنا تكون معنا كما يقولوا عبرة للمقابلة الجاية. نشوف المقابلة تاع مجلس وهران، اما جوكم ضيوف هنا من وهران ومن بسكرة ومن زاير ومن الاخير ومن بشار، لازم نعطوا صورة سمحة ونسجعوا، وحتى قدر ربي نسجلوا علينا الخصم، مش نبدا نشتموا في المدرب ولا في اللاعب. هنا الجمهور راكم حتكون انتوا راكم تاهلتوا المحترف، ما مش تلعب في الشرفي ولا في جهوي، هذا الاحتراف. هنا راك تحطم الفريق، والله تحطم الفريق. فعلا فعلا والله شيء نقول لك بصراحه، انا سمعت السب وشتم في المدرب والله غلطني، كان بكيت يعني. كيما ترضاش انت يسبوك حتى ذاك ما يرضاش، حتى ولو نفترض المدرب بشع وبرضا الجميع ما سباش وما شتمش، روح اتصلوا بالرئيس وكاين الاداره قال هذا مثلا معاش لزمنا وكذا، خلي بروح رياضيه. نعم والا انت اللي تشتم تو في المدرب ولا ذاك الجوير بشع، انت عارف الفريق ما عنده حتى مدخول ومازال ما لقاش شريكه، يجيب لك ويلعب على البقاء، يجيب لك مدرب ولا يجيب لك لاعب بزوج ملاير شهر كما في بلايل وغيره، وانت تلعب على البقاء باش نحتل حتى 13 تزني، روح جيب لنا اللاعب وهي راح بزوج ملاير ويلا مرحبا بيك. انت اللي شايف تجيب مدرب ولا تتقد، جيب انت من عندك ومرحبا بيك. منين نجيبني هذا؟ منين كرئيس فريق ما عنديش درهم، ما عندي حتى مدخول، الديون ما زالت من العام اللي فات، منين نعطي لك الديون ما زالت من العام اللي فات، ونجيك واحد هنا مريح، جيبونا جوار فلاني بزوج ملاير، جيبونا مدرب كذا،
نيه نقول لك ايه المدرب التصلوبيه هنا تربى تريبل تاع بالعطوي مدرب كبير ولا شندير بيه مدرب كبير نلعب على البقره نيره نحتل المرتبه 13 جبت الهدف تاعي هذا هو فعلا. خليني نفتح شوي الساعه يعني بديت نعرق وارجع لي بعد فعلا الجباري كما ذكرت يعني الخساره كانت منتظره بكل تاكيد خاصه بعد عدم تاهيل اللاعبين كما قالها كذلك مدرب العطوي في تصريح قال ان الخساره كانت منتظره بعدم تاهيل اللاعبين يعني فريق جديد كما ذكرت مباراة القادمة مباراة مولودية وهران يا دادا جباري مباراة صعبة جدا نوعا ما كيف ترى تحضير لهذه المباراة هل الاتحاد قادر على الفوز مرة أخرى أو ربما يعني نشاهد على الأقل على الأقل تعادل بالنسبة للاتحاد والله شوف لي أقول لك القسم المحترف هذا كل النوادي لها كيف كيف ما كانش هذا كفلان معلش هم رم احنا نقولوا رانا أقوى منا كان عندهم أسماء مولودية وهران شباب القبائل مولودية العاصمة إلى آخره لكن هذه راهو الناس كلها راهي كيف كيف قاعده تجمع تعادل لكن الاشكال مش هنايا احنا ما كتعرف بن علي راهو اللاعبين مازال مش متاهلين لحد الان تقريبا لاعب واحد الوحيد وحسب المعلومات اللي عندي مازال كاين امل في اليوم امس راه حديث امس في الليل ممكن من اليوم لان مازالت الجماعه راهي تسعى باش تاهل اللاعبين فعلا اللي كنا نقول لك يتاهلوا اللاعبين الكل ممكن يديروا نتيجه لكن اللاعبين مازالوا ما نقولكش باش نخسروا ما دام عندنا في ملعبنا عامل الجمهور والارضيه والاخري وعامل طقس ممكن تكون النتيجه حتى بضمة ولكن حتى قد ربي يخسرنا ما نلموش الا اذا كان تاهلوش لاعبين رغم حتى ال 12 لاعبين هذوما اللي متاهلين الان ما همش كلهم اساسيين يعني ما همش كل لازم تلعب بهم وين ترجع مش عارف انا قلت لك الاحتراف راه ترجع خبره الاحتراف راه مش سهل لازم اداره قادره ورئيس قادر ولا حتى الاداره لازم كل حاجه من زوج الامين المال عنده واحد يساعده يعني السكرتير كيف كيف وهذا كيف كيف وحتى قال مطيه لازم زوج لكن هنا راهي تجربه هذا العام الاول يا جماعه تجربه باش ناخذوا الاخطاء ولازم لازم يغلط الواحد ولازم باش يشوف ويتعثر وكذا باش يصلح للجاي فعلا هذه هنا رانا باذن الله و30 مقابله حتى قد ربي العام اللي فات بركه كان فريق مش عارف من النوادي اللي في القسم الاول حتى كملت مرحله الذهاب نعم. هو الاخر عنده اظن 7-8 نقاط ومن بعد منع شبيبة قبائل كان شبيبة قبائل وكاين اخرى بعد ما يسمى كل شهر زايد قال برادو شبيبة قبائل هم اللي منعوا من السقوط ليش بتقبائل وكاين اخرى برادوي يعني قلنا طاح وخلاص لكن هذه الدنيا كل كاين اللي انا اصلا ما عادش تقول لي هذيك فلان وفلان الناس كلها كيف كيف سوا الصبر كله. بالنسبه للصبر للجمهور هل يجب على الجمهور الصبر على النادي ولا الصبر خاصه على طريقه اللاعب ربما الغير واضحه بالنسبه للجميع للمدرب العطوي خاصه في المباراه القادمه مولوديه وهران مولوديه وهران نعرف يا جباري فريق عريق جدا يعني عنده خبره كبيره خاصه في القسم الاول هل الاتحاد الان في المباراه القادمه قادر أن ينتصر حتى بـ 12 لاعب واللاعبين غير مؤهلين أو ربما نشاهد سيناريو آخر بالنسبة للاتحاد لا لا ما نقولكش كيما الماتش اللي فات ناكي عد هنا في ملعبنا وماشيني كيما نقول متفاهم هكا في الهزيمة متفائلنا في نتيجة إيجابية حتى ولو أنا نقصي معناها باش نقول نخسر وممكن تكون حتى خسارة ممكن ما تكونش مهزلة كيما نقوله ولكن الشيء اللي نركز عليه نحضر الجمهور يكف من السب والشتم وزيد اكثر من هذا راهم قاعدين يعاقبوكم الملعب قد رب مثال يسب ولا يدخل ولا يحات ولا كذا يعاقبونا الملعب والله يدونا بعيد حتى بس كنلعبوا شويه يقول لك مش عارف قداش شنو اسمه نعم احنا راهو الناس وكل عارفين وضع تاع فريق كيفاش يمشي راهو ما انتقدش وانت انتقد كيعود فريق مع المدرب جايب له مع اللاعبين موفر له الامكانيات الكل الماديه والبشريه والجو والدنيا كل ثم ننتقد المدرب عطيه زوج ماتشات ثلاثه قال هز باجاجك وروح لكن الفريق أول عام وفريق جديد وحتى الإدارة واحدة يخدم الرئيس راه واحدة مازال ما توم الإدارة مش مهيك لكل مازال هكاك الدنيا كلها في العجل لما اللي كمل الموسم اللي فات راح يجري غادي على يحضر الموسم الجاي يجري على الشريكة يجري على اللاعبين واحدة طالع هابط الرئيس احنا هذا هو احنا وزيد أكثر من هذا ماذا بينا الصبر اصبر اسمي نعطيك باختصار العام هذا متفائل باش نضمن البقاء إن شاء الله بإذن الله متفائل لأن علاش متفائل لأنك يعني وافقوا عن الملعب هنا نقول لك ما متفائل لان كنا قاعد نستقبل برا واش نقول لك بصح هنايا في الشط هنا اللي هبط كما يقولوا خصم بين الجماهير نتاعك اي نعم فعلا نتمنى كذلك التوفيق عفوا لفريق الاتحاد من مولوديه وهران لو تعطيني بالنسبه يا تو كنت وارن في الغزال الذهبي ماريه كانوا وارن ثم كنت وارن قاعد تمام الضحى ثم حتى انتو حضرت في مولوديه وهران رحت لا كنت تو ثمني في الغزال الذهبي من الضحى ونثم جيت كنت
يعني والله فرحانين بوسوف، قال لك يعني نبكي نعزوهم وجمهورهم حتى هم يحبونا وكذا والى اخره. ماذا بينا احنا نعطي صوره سمحه فعلا، ماذا بينا كي يدخلوا الاستاد قد الناس كنت تصفق عليهم، لان وشو لان كغدوه تروح لهم. كما نذكر لك كما العام اللي فات كيف واحد النادي هنا قعدنا ننام وين يروح يتحزموا له فريقنا في القسم الثاني، وين يروح يتحزموا له. نعم الناس متغشه عنا لان ما داش الخير، حتى عامين في سنين ربعه ولا يشدوا لك، مش يقول لا مثل غدوه من تورن صفر الحكم وربحتها نبدا نسب فيهم وهاوفي انا غدوه نروح لهم غادي. بعد عامين بعد ثلاثه بعد عشره ولا يشدوا لك وتعود انت تلعب باش تلعب باش تحافظ على البقاء ولا يكسروك تمك مثلا هم ولا غيره. يعني يعني لازم تعطي صوره ايجابيه بالنسبه لل صوره للناس الكل، مش كانوا اللي جينا هنا مرحبا بيه. حتى كان خسرنا صفقوا باش تقعد وتشوف، معروفه بالطيابه معروفه بال يعني الاستقبال حسن بالكرم ما تقعد صور هذه منتشره في بقيه ال... نعم هي لا تحتاجه فعلا فعلا كما ذكرت شباري. يعني حتى نقطة مهمة جدا أن المناصر خاصة لماذا التعصب في كرة القدم والعنف في الملاعب الجزائرية، هذه خلت البطولة يعني محترفة فقط بالاسم كما ذكرها وليد سادي، وبالنسبة للجماهير يجب أن تعطي صورة إيجابية بالنسبة لناس الواد، ويعني بالنسبة حتى للجماهير يعني اللاعبين يتقاضوا في الرواتب نتاعهم يعني بكل أريحية. تلقى بعض من الجماهير متعصبة وتكسر خاصة في الكراسي وتخرب في الملاعب، خاصة أن البنى التحتية الآن يعني شاهدنا ملعب شط يعني بحلة جديدة كما ذكرنا، لو تعطينا بعض من الصور سعيد لملعب الشط يعني بحلة جديدة، أرضية ملعب بالنسبة لغرفة تبديل الملابس، قاعة بالنسبة للمؤتمر الصحفي، كذلك بالنسبة للمقاعد الجماهيرية كما شاهدنا، لو يعطينا بعض من الصور يعني بحلة جديدة. نتمنى أن تكون هذه الحلة تتم بالانتصارات يا جباري. نقول لك كما يقولوا هالناس اللي ذكرتم توها اللي سبوا هالاسماء، نقول لهم هم فئة قليلة تاع الرسم، كل صراحة نقولها تاع الرسم، هذا تلقاه حتى في حوش أهل ذماك يكلم با ويغش شوي يسب وين مش بيع الكرة، هذا هو هكا بعد ريكت، هذا من سات تاع الرسم. وهنا نطلب من الجمهور المثقف والبعقله هذا ما يتحذر من هذوما، وين قاعد حتى في المدرجات ثم يربى ولا اسمه ولا سكته تاع الرسم، عارفه من شباب تلقاه حتى مريح ثم يتكلم يسبك حتى برا بغير الاصطاد، جاي من غادي بعد هذاك مع من راسه باش يجي الاصطاد، مش يبدا يسب وينعل ويكسر ويستنى كيفاش كيفاش ماشي يسب يرسك فيه. هم فئه قليله، وقلت انا بالعطل بعد ما سبوا رحت له قلت له هذوك راهم فئه تاع الرسم تاع كذا وكذا ما تجيش عليهم وما تدوش وتشوف. مش كان رد بالعطوي خلال الحديث؟ يعني والله بالعطوي قال لي على بالي غير، قال لك سمعتك الضربه الاولى تاع سبوا لي ولدي وكذا، لكن بعد عادي قال لي ما نعرف ناس وتشوف طيبين وكرماء، وقال لي عندي احبابي في وتشوف ونعرفهم، وقال كنت من بكري اتمنى نروح لواتسوف نزورها، ولكن اليوم انا عدت مدرب فيها يعني بالعطوي والله ما تعرفوه، هراوت فاميليا وناس ملاح ويعني والله دنيا كبيره دنيا كبيره، نقوم حافظوا عليه بالعطوي. نعم تقولش واحد كيفه ما نقولوش نسمع المدرب راه مش كان ساعه واحد يقول لك لا ضعيف، لا كيجيب لي مدرب قوي ويطلب عندك الملايير ويشتت لك اللاعبين ويسب لك اللاعبين، كاين المدربين ذات يسبوا اللي ضيع واحد ما يسبك كذا ما يتعملش عماك. هي دائما في الملاعب يا جبالي هناك فئة فقط من الأذار يعني الشتم وغيرها، يعني عندما أتحدث عن الجماهير كما ذكرت أن هناك كما قلت أنت تعروسهم، يعني دائما هناك تكون فئة بالنسبة للجماهير في أي نادي سواء في العالم في الدور في أي دوري في العالم، بالنسبة للجماهير دائما هناك فئة متعصبة خاصة للفريق، ونتمنى التعصب يكون ليس بالشتم، هناك ربما تظاهرات احتجاجية مثلا للتعبير مثلا عن غضب المدرب أو من خلال صافرات الاستهجان للتعبير عن عدم رضا هذا المدرب مثلا أو اللاعبين أو غيرها. احنا نتمنى الصبر بالنسبة على المدرب لأن هذا في ثاني لقاء، يعني أولى جولات الاتحاد خسر أمام بسكر المباراة القادمة من مولودية وهران، ونتمنى التوفيق على كل حال لفريق الاتحاد ولمال الفوز والعودة بثلاث نقاط من الملعب. الخسارة مش حتى ولو أنا كملي خسرت 3-1 منطقية، وشو العام فات القبائل خسر بالربعة ومدينة وهران كيف ومدينة العاصمة خسرت بربعة ومش عارف، هي أصلا تأسسنا مدينة العاصمة فريقها قديم وعريق وجابت ملايير لاعبين وسونتراك تبربر وخسرت 3-1 خسرت مدينة العاصمة خسرت كيف سمعنا واحد يسب ويشتم هو المدرب الشافي، لا
لا تكون عندنا ثقافة كروية شباب. إحنا مش كروية تو إحنا نلوم الجمهور اللي لو مثقف كي يشوف واحد مثل يشتم يسكت عنه منه منه في ملعب رامي خلوش واحد يقول آه يكلم الأخر يخاف. إحنا لا مش نعرف الناس مثلا ما مش عارف الاحتراف والله إحنا يقولوا الحين إن شاء الله يتعلموا إن شاء الله بإذن الله الجمهور هذا المثقف راح يتعلم مش يضغط عن الروس مع الفئة القليلة اللي تمثل نفسها. نعم بالفعل كما ذكرت الجبل. على كل حال أتمنى التوفيق لنادي الاتحاد في مباراته من مولودية وهران. سؤال أخير فيما يخص هذه المباراة الجبل، معروف عنك أنك مشجع وفي نادي مولودية وهران، هذه المرة سيلعب أمام الاتحاد السوفي، يا ترى الجبل من سيساند؟ خاصة أن هناك الكثير من التساؤل، أن البعض قال بأن الجبل ربما يميل إلى نادي القلب هو مولودية وهران منذ الصغر، هو يسانده أمام مباراة الآن الاتحاد، يا ترى من سيساند دادا جبار في هذا اللقاء؟ والله المناصرين كان ياسين يناصرهم ويتوارا كان يقول لك نروح مع هذا كان على سبيل المثال كان فتح عناد كان حتى هو يتابع مولودية وهران. أعطيني دادا جبار من سيساند من خلال هذا اللقاء؟ مشوار أنا اللي يتابع في مولودية وهران قلت لك بينهم فتح عناد مقلنا وياه وكان عبد الحاكم قادي جمال حنان شاجل وتوماس الأخير البقية ونا والله وش نقول لك ماذا بيا هنا احنا ماذا بينا اتحاد واتسوف يضمن البقاء هذه أهم حاجة. طب ما جاوبتنيش على السؤال هذا شباب، هل ستساند مولودية أم لا؟ لا أنا في أنا أقول لك حاجة تبقى متحفظ. لا مش متحفظ، لا متحفظش أنا ديما حاجة تعلق بواتسوف راني فيها يعني بدي حال سوفي بإذن الله. أنا قلت لهم راني إنسان صوفي إنسان أصيل حتى حاجة ما نهواش ما نهواش ما عنديش بعلاقة ماذا بيا ماذا بيا تربح مش شرط كان كرة قدم في أي حاجة كذا ما كفر قلبني هذا وأصلي أهلي ومالية فعلا أهلي ومالية ما قلتش نبدل ينكر أصلا الواحد يروح يبدل والديه أهلي ومالية تبقى فكرة يعني مجرد تشجيع يعني ما نعطيش الحاجة أكثر من حجمة مثلا جبي. ما نعطيش الحاجة أكثر من حجمة مثلا أنا إنسانة فريق القلب مثلا مولودية وهران مثلا أنا كي من صغر كي اللي قالي هناك لاعبين كي اللي قالي سبع سبورتي مولودية وهران وقال شو قدم التعين وهران كي اللي قالي هني من واتسوف هم سبورت شخصيات كبار أم مجرد لا مش مقدر نبزو دي كبار محترمين ذات قال لك ناس ولا غرب قال لك ماذا بي الغالب هذيك السرة مكتوعة ثم والله كل واحد خيار عادي يعني عادي جدا عادي على كل حال احنا في قلوبنا واحنا كما نقولوا احنا قلت لك في ورق وكان ربحت ورق ثاني ما راحتش في كرش عدو كما نقولوا كان قد ربحنا ماذا بينا نربحوا كان ربحوا شو نقولوا احنا بصحتهم. نعم على كل حال نتمنى التوفيق لفريق الاتحاد السوفي في هذه المباراة أمام مولودية وهران في ثاني جولات هذا الموسم. المباراة ستكون بالتأكيد يوم الجمعة على الساعة 3:45 دقيقة. نتمنى بكل تأكيد الحضور الجماهيري، نتمنى حضور جماهيري قياسي خاصة في ثاني جولات وخاصة بعد العودة يعني في القسم الأول وثاني جولات يعني الاتحاد السوفي يمر ربما بفترة صعبة جدا. نتمنى وقوف تام بالنسبة للمناصرين وكل الأعيان لنادي الاتحاد حتى نستطيع الفوز على نادي مولودية وهران وبالتأكيد إذا يعني كما نقول حكمنا الرتم انتع الفوز بإذن الله يعني نقدم يعني ربما موسم ممتاز خاصة الموسم الماضي الفريق كان يحاول فقط البقاء في القسم الثاني لكن تغيرت النظرة من خلال الفوز وكسب نادي الاتحاد التأهل إلى القسم الأول. نتمنى أن تكون مفاجأة بالنسبة لنادي الاتحاد ربما لما لا التأهل إلى الكونفدرالية أو ربما رابطة الأبطال لأن الاتحاد السوفي بكمية اللاعبين وكمية التعاقدات وبهذا المدرب والجماهير نتمنى والاستمرار بالتأكيد في الفوز والاحتلال الأربع مراكز الأولى. نتمنى كل التوفيق لنادي الاتحاد. نفتح ملف الفقرة الثانية وهي مباراة أولمبيك المقرم في القسم الثاني أمام سور الغزلان. بداية معك يا عبدو، بداية موسم جديدة لأولمبي المقرم بمدرب جديد بتعاقدات جديدة، كيف ترى موسم أولمبيك المقرم حتى قبل بداية الموسم؟ قبل البداية قد تكون الصعوبة والصعوبة بسببها أن الفريق لأول موسم يصل إلى القسم الثاني. صعوبة تبدأ بالتعاقدات وتبدأ مع الحلة الجديدة ومع البداية الجديدة في قسم جديد دائما ما تكون الصعوبة خاصة في البدايات أي عمل وأي خيار وأي شيء حتى في حياتنا اليومية تبدأ في البدايات دائما هي الصعوبة خاصة في الخمسة ولا الست جولات الأولى هي المعيار الحقيقي لإظهار الوجه والشخصية الحقيقية للفريق.
دائما بدايات، هي الصعوبة في البدايات، خاصة في ظل الاستخدامات، الاستخدامات كانت مدروسة حسب إمكانيات الإدارة، مدروسة حسب إمكانيات الإدارة مش حسب القسم اللي راح يلعبوا فيه. إمكانيات الإدارة وفرت أنها تستخدم الكمية تاع اللاعبين هذم. في رأيي يوجد الكثير من اللاعبين ينقصهم الخبرة في هذا القسم، كمجرد رأيي وكمجرد نظرة كما راك سألتني جاوبتك على السؤال. بالتأكيد يعني المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة في بداية القسم الثاني. برأيك هل أولمبيك المغوران قادر على الفوز تلك المباراة خاصة مع بداية الموسم؟ نعم بإمكانه الفوز، خاصة وأن المباراة تلعب في أرضية ميدانه ما بين جماهيره، ولو أن هذا العامل يكون يزيد الضغط أكثر، لكن اللاعبين واعيين بالمسؤولية اللي عليهم، إدارة واعية بالمسؤولية اللي عليها، زيد مع ستاف تكنيك حتى هو واعي بالمسؤولية اللي عليه، تكون صعوبة في البداية تاع المباراة، وفي المباراة الأولى بحد ذاتها تكون صعوبة، لكن الفوز سيكون من حليف أولمبيك المغرب بحول الله إن شاء الله. أولمبيك المغرب بالتأكيد مع بداية موسم جديد، برأيك يا عبدو كيف ترى التشكيلة الأنسب من وجهة نظرك بكل تأكيد لبداية المباراة سور الغزلان التي سوف تكون يوم السبت على الساعة 3 في ملعب الشط؟ من وجهة نظري بالتأكيد، من وجهة نظري حراسة المرمى ستكون لبن باديس، هذا حارس مرمى تاع لمس بي بي الموسم الفارط. الظهير الأيمن سيكون بطوالة، في محور الدفاع سيكون بوعزيز وعزيز بيطل، الظهير الأيسر بين وبين ولو أني أحبذ أن يكون طيوبة، في وسط الميدان سيكون عبد الرؤوف بالعيد ومسيخ، معهم اللي يغلق نقوله نحن تريونجل المثلث الوسط الميدان، مستقدم جديد لا أعرف اسمه، كجناح أيمن، جناح أيمن يكون لصيف، وكجناح أيسر يكون الهادي عمراني، وكرأس حربة يكون لامين بن دقيش. نعم، هل هذه التعاقدات التي قام بها أولمبيك المغوران قادر على تقديم الإضافة بالنسبة للفريق عندما نتحدث عن قيمة هذه التعاقدات؟ قادرة. عاود سؤال، هل ترى أن تعاقدات أولمبيك المغرب في بداية الموسم الجديد قادرة على تقديم الإضافة عندما تحدث عن قيمة اللاعبين الذين تم استخدامهم؟ بحكم أنهم ما همش يكون نقوله نحن فيهم نسبة كبيرة ما همش لاعبين في القسم الثاني وكذا، بحكم الشغف وبحكم الإرادة اللي عندهم قادرين على تقديم الإضافة لو تتوفر الإمكانيات المادية وتكون الإدارة معهم سند الآخر جولة بإمكانهم يقدم الإضافة. نعم بكل تأكيد. مباراة أولمبيك المغرب سور الغزلان، توقعك لهذه المباراة أمنية وما هي توقعك حقيقة؟ يعني تتمنى فوز من؟ بالتأكيد فوز أولمبيك المغرب كتمني. نعم، مباراة توقعك بعيدا عن العاطفة؟ بعيدا عن العاطفة 1-0 2-1 لأولمبيك المغرب. نعم، نتمنى كل التوفيق لنادي أولمبيك المغرب من خلال هذا اللقاء، يعني ديربي كبير في أولى مباريات القسم الثاني عندما يواجه سور الغزلان. دائما تكون البدايات، يعني نتحدث عن البدايات يا كابتن عبدو، يعني إذا حققت انطلاقة مميزة سوف تستمر من خلال هذه الانطلاقة في تحقيق ربما انتصارات أو ربما تقديم موسم مميز. هل ترى تقديم الانطلاقة هو الذي يعطي دفعة لاحتلال المركز الأول والتأهل إلى القسم الأول، أم ترى أن ربما بعض من البدايات يعني الغير جيدة يعني تمنع الفريق ربما من المنافسة والتأهل إلى القسم الأول؟ أهم شيء في كرة القدم هي البدايات، ولو أنها البدايات ما هيش شرط جزمي أنها تكون هي المعيار الحقيقي وهي الوجه الحقيقي للفريق، لكن البدايات جد مهمة خاصة في 5-6 جولات الأولى، البدايات جد مهمة لإعطاء للوصول إلى الهدف المنشود المسطر في أول الموسم، البدايات هي أهم حاجة. ولو أنه في الستة ما بعد اللي يعرف في الكرة القدم الحقيقي واللي يفهم كرة القدم الحقيقية أن الفريق تحكم عليه مما بعد الجولة 5 والـ6، الوجه الحقيقي والوجه الرسمي للفريق يظهر إلا فيما بعد الجولة 5 والـ6، لأنه كما هو معروف الفريق دائما يكون في البداية يكون بحمل بدني كبير ولشارج وكالضغط ذاك الحمل البدني يكون على اللاعبين،
يكون نوع من التشكيل لو نوعا من الإرهاق ونوعا من الحواجة ذيك تطلق غير ما بعد الجولة الخامسة ولا السادسة ثم يظهر الوجه الحقيقي. زيد حاجة أخرى يظهر الوجه الحقيقي علاش ما بعد الجولة الخامسة ولا السادسة؟ لأنه تلعب مباريات خارج ميدانك ومباريات داخل ميدانك. الوجه الحقيقي ثاني يزيد يظهر في ردة الفعل للاعبين حتى خارج الميدان، لأنه ما تقتصرش غير في أرضية ميدانك برك الوجه الحقيقي للفريق، دائما حتى خارج ميدانك يظهر وجه آخر للاعبين وللفريق بصفة عامة كل. نعم بالفعل. وبش نزيد نذكرك ثاني اللي قلت لهم في الرزنامة اللي يتفرج الكورة موالف على الرزنامة موالف على طريق الصعود وتسطير الطريق للفريق يشوف الرزنامة. الرزنامة تحمل في الست جولات الأولى زوز مقابلات كبار الأولمبيك المغرن ألا وهم أقبو والكاباتنا، هذا هو الفراج دومجي اللي قلت عليه هنا في الرزنامة جمعية الخروب كذلك. مش عارف بالضبط لكن الرزنامة شفت فيها زوز اللي هم ليغرون اللي يلعبوا على الطلعة العام هذا أقبو نعم. أقبو والكاباتنا شباب باتنا، هذا هو الفراج دونجي تاع أولمبيك المغرن هذا الموسم. نعم ربما نرجع لهذه الحصة ربما بعد نهاية الموسم. هل ترى كابتن عبدو أن أولمبيك المغرن سوف يكون في القسم الأول في العام المقبل قبل بداية الموسم؟ ربما هذا نرجع لهذا الحصة في نهاية الموسم. صعب جدا صعب جدا جدا لأن الإمكانيات المادية والإدارة صعب جدا أنك تلعب على الطلعة عامين وراء بعض. إمكانيات المادية ما توفرش، الإدارة ما عندهاش حتى مدخول من غير نقولوا نحن الغيورين على الفريق، ما عندها حتى مدخول آخر ولا السلطات المحلية. السلطات المحلية عندها فريق في المستوى العالي اللي هو الاتحاد السوفي، باش تزيد أنت فريق آخر صعيب ياسر ياسر. هم ذات أصلا ذات المسؤولين والله المسؤولين على الفريق تاع أولمبيك المغرن ما يستخيلوهاش في روسهم، حتى كنت جيهم الأمور مواتية والطريق سهل وكذا ما شكيتش كان يتشجعوا يقدموا له في الموسم الأول على الأقل. نعم نتمنى على كل حال التوفيق لنادي أولمبيك المغرن في أولى مبارياته أمام سور الغزلان على ملعب الشط كما ذكرنا يوم السبت على الساعة 3. نتمنى تكاتف الجهود من أجل حضور هذه المباراة، لأن البداية دائما تكون، إذا كانت البداية مميزة من تحقيق الانتصار سوف تكون له أولمبيك المغرن كلمة في هذا الموسم. على كل حال نتمنى التوفيق للاتحاد السوفي في مباراته الثانية أمام مريدية وهران، وكذلك لأولمبيك المغرن في مباراته في الجولة الأولى أمام سور الغزلان. جباري أعطي توقعك مباراة، يعني لم أخذ توقعك لمباراة مريدية وهران والاتحاد وأولمبيك المغرن وسور الغزلان. والله صعبة، ممكن ممكن تعادل، ممكن واحد بشيء الاتحاد السوفي 1-0 الاتحاد سوف ولا تروح تعادل؟ ممكن هني يتمنى هذه أمنية ولا تعادل لا توقعك بدون عاطفة، يعني هني قلت بدون عاطفة هني قلت لك هني قلت لك لكن حالات قلت لك في حالة لما تأهلش لاعبين الجماعة رغم زالوا حتى اليوم هم يجوا على اللاعبين مش تأهلوا إذا كتأهلوا لاعبين توقعك حتى بدون تأهل أو يعني بدون لاعبين بغيرها هم تلعب الرديف كما تأهلوش مش تلعب الرديف الرديف توقع وإذا تأهلوا لاعبين مش يلعبوا كل فعلا على بالي لكن توقعك المباراة هنا نعطيك شو توقعات نعطيك توقع إذا كان ما تأهلوش اللاعبين بالرديف ولا صعيبة نعم صعيبة ولا يربحونا إذا كانت تأهلوا لاعبين لأن حتى اليوم ما زالوا قالك ممكن نجيب مش تأهلوا اليوم لليوم إن شاء الله بإذن الله يتأهلوا الجميع إذا كانت تأهلوا لاعبين تقعد فيها حديث أخر قولك متفائل طيب مباراة أولمبيك المغرن كم تتوقع المقر شوف المقر على بالك الإدارة الوحيدة اللي عجبتني المقر يعطيها مصاحة ماشيين في الطريق الصحيح إدارة يعني خير من الإدارات اليوم عندنا كامل يعني من أي ناحية يعني الفضل بعد المولد دي ما تروح الإدارة ولازم ماذا بينا النصيحة أهل المقر يحافظوا عن الإدارة ذوين لأنها هي مش تتخلخل النوادي تغييرات الموسم هي ساحة ضمة جيب هذا ساحة لاعبين تقعد ديما صح المقرن الإدارة قالت نفسها ولو زيد دعم واحد واثنين يعني لولا الإدارة العام فات يقول لك ما تطلعش المقرن لا لاعبين ولا وسمعنا يقول لك الإدارة هي الأول ومن بعد هي اللاعبين كان درجات الإدارة ثم اللاعبين هم المدرب وسمعنا ما الذي يميز الإدارة المقرن عن باقي الإدارات الأخرى فين يعني كاين البعض تلوقتي قال مش معزوز هذا ضد هذا هذا يطير هذا يجي الأخر صراعات
المغرب لا، المغرب كاس رعاة، الناس كلها جاية عمل فريق، والناس كلها جاية عمل إدارة، ودفتر إدارة هذيك هي معنى قالت المحافظة كانت شغل قلت له واحدة وعائلة واحدة. لقيت أن الفرق لا تصور، حتى نعدنا في واد سوف كان كان بعض البلديات من التعصب تاع الإدارة راح داروا أجري أخرى وداروا فريق أخر وراح وخلوا الفريق هذا يمشي، يعني راحوا يكونوا فريق أخر ذات من الصراعات تاع الاسمه. فعلا فعلا هي الصراعات خلت الهيك مدخلين حتى السياسة في الرياضة، يعود إنسان ثاني بالنوايا حسابات وكذا دخل في أنت شاد البيرو ثمانية جميلة كسر ها يعودين نحفر لك كسر هذا عسو ما تفهمت شنو ولا ما خذت ليش غادية في إدارة ولا حاجة ولا ينكسر هذه يقول لك. نعم خاصة مع بداية الموسم الجديد أتمنى تفادي كل المشاكل ونضع في بالنا كامل المباريات والثقافة منعدمة. أقول لك يا بن علي والله الثقافة هنا منعدمة والثقافة الناس لا غالطة على بال الثقافة راهو شاد منصب سمح والله جامعي ولا كذا ولا كذا، الناس تقول حتى الجمعية تاع الجامعة تعرك من الحساسية هذه تاع الناس. ربي يهدي ربي يهدي ربي يهدي. على كل حال نتمنى كامل التوفيق كما ذكرنا لفريق الاتحاد وأولمبيك المقرن. يعني كمان الاتحاد وأولمبيك المقرن تحدث الآن عن ملف الانسحاب الجزائر من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 و2027 ومنحها للمغرب لعام 2025 و2027 لكينيا وأوغندا. كما ذكرت بداية معك يا كابتن عبدو، انسحاب الملف الجزائري وأعطاء المغرب كان 2025، كيف ترى قرار الكاف؟ خلينا من كلمة إعطاء هذاك جزء وكلمة انسحاب جزء آخر. إعطاء المغرب إعطاء المغرب هذيك خلينا في الإعطاء المن هذيك خلينا منه انسحاب الجزائر هكا نتحدث فيه. نعم انسحاب الجزائر هذا رغم كان حتى واحد ضد القرار هذا، الناس كلهم موافقة القرار هذا لأنه كان أولويات، أولويات الرئيس الجديد والاقتصادي عنده أولويات أولى من أنه نظم، لأنه ما هوش مؤهل حاليا، الجزائر ما هيش مؤهل للتنظيم كل صراحة، كونوا صراحة مع بعض. لأن تقول المنشآت وكذا التنظيم ما هوش غير منشآت، لكن تم تنظيم ثلاثة بطولات في ظرف عام واحد، بطولة كاس أمم أفريقيا لعب المتوسطية كذلك بطولة كاس أمم أفريقيا للناشئين. عندما نرى البنية التحتية التي تمتلكها والملاعب التي تمتلكها الجزائر يعني قادرة على تنظيم ربما أغلى البطولات في العالم كابتن عبدو، يعني ما الذي ربما يعني الفرق كما ذكرت أنها غير قادرة، ولماذا تم دفع الملف من الأول بداية حتى يعني انسحب هذا الملف؟ كي الدفاع الملف ما هوش هو الرئيس حاليا، راه هو الرئيس القرار الأول والأخير له، لأنه هو يتحدث ويقول عندي أولويات، جيتنا وتنصبت في المكان هذا عندي أولويات، الأولويات الأولى اللي دايرها في راسه أنه تنظيم البيت، ما كان حتى واحد يقولوا نحن جي ضده في القرار هذا، والله يقولوا نحن ينتقد انتقاد بناء، نتحدث مناش نتحدث انتقاد هكاك من الفراغ، انتقاد على القرار هذا، القرار هذا نشوف فيه بوجهة نظرنا صائب 1000%، صائب 100%، لأن كما قال وليد صادي أنا نهتم بتطوير يعني الكرة نتاعنا والبطولة نتاعنا، حتى المنتخب حتى المنتخب مش غير البطولة تاعنا ولا الوحدة تاعنا، حتى المنتخب نصيب من التطوير والتنظيم وإعادة الهيكلة من جديد كما تدفع كذلك حتى بالنسبة لجمال بالماضي يعني بكل الشؤون يعني الخاصة بالمنتخب وكذلك بجمال بالماضي. هذه أولويات من على بسبب الشيء هذا ما كان حتى واحد عارضة في القرار هذا. نعم كفكرة تعيين ولي صادي رئيس الاتحادية كيف ترى هذا الأمر؟ فكرة صائبة نقوله نحن، لكن تكمل الصواب تاعها لما يكونوا المساعدين اللي معاه والكفاءات اللي معاه واللي تحوط به يكونوا يمشوا معاه كلمة واحد، يكمل الصواب تاعها 1000%. حاليا رأي صائبة كوجهة نظر أولي، لكن نعم. اكتمال الصواب بنسبة 100% بالعمل وبالصبر باش نديره في حسابنا، لأنه ما بقاش يسر فيها العهدة هذه عام وست شهر تقريبا 18 شهر، هذا غير كافي غير كافي ما نكذبوش على بعضنا، لكن أنا قلنا باش يكمل يسطر الهدف اللي دايره والأولويات اللي دايرها لازم يكون المحيط اللي معاه يمشي معاه كلمة واحدة. فعلا هذا كل يؤكد، إذا كانت كلمة واحدة بالتأكيد يؤكد على النجاح بالنسبة للاتحاد، ربما نشاهد تغيير حتى بالنسبة للبطولة المحترفة التي قال ولي صادي أنها محترفة فقط بالاسم، محترفة فقط بالاسم، والدليل أنه لحد الآن مازال في القسم المحترف مازالت الفيديو ماتش كتب بالورقة والقلم الورقة والستيل،
معناتها شيء مؤسف جدا جدا. وتكلم هو على التطوير وتكلم على إدخال التكنولوجيا والرقمنة في الرابطة وتكلم على عدة أمور، لكن كما قالها هو بالبند العريض يلزم وقت ويلزم صبر. نعم، على كل حال دين جبالي، كيف ترى انسحاب الجزائر من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 و2027؟ الله، الانسحاب ضمن أي رياضي يكون موافق وراضي بالشيء هذا، وين يعني وليد صادم اللي جاهو، لأن كاين أمور أخرى قبل هذه وين ساعه قبل تنظيم كأس أفريقيا، ومش معنا ما عندناش منشآت، ما عندنا الملاعب ممكن خير من مروك ذات، لكن وليد صادم حاب ينظف ساعة كما يقولوا الحيط، كاين وجوه كما يقولوا قديمه وكسوسه وكذا، حاب ينظف الساعه كل وتولها بالدوري المحترف الساعه، حتى هو لازم هي لانه مش دوري بصراحه، ما كلاه ندخل في المواضيع، المهم دوري تاع محترف فقط بالاسم، محترف بالاسم. نعم، يقول لك النظف ورجع محترف معنا على حقيقه، ويعاودوا بحيط كامل ويزيد كاش ما يزيد ملاعب والمشات اخرى، ومن بعد نقول لك نزيد نترشح مره اخرى، وزيد الجزائر في عام كما قلت لك نظمت ثلاثه بطولات محليه، بطولات يعني، وتنظيم جاي رائع بشهاده الجميع، مش معناها راهي عجز، وزيد الجزائر سحبت بقيه الدول كلها سحبت، مش الجزائر وحده. هل جبالي بعض من الكواليس الكافيه من صنعت الفرق في اتخاذ القرار؟ لا، نقول المبادره كانت من وليد صادي الانسحاب، لان الغريق ما كاش وليد صادي ما كاش ينسحب وليد صادي، ونقول لك حتى وليد صادي هذا وين يعني الناس كما يقولوا نطح السقف كما يقولوا تو، عيطت من الوجوه القديمه، هذا قال لك جيبوا وليد صادي، وليد صادي نعرفه مليح، هو ابن منطقه واد سوف وابن بلديه حسان عبد الكريم، وخدم يعني اعطوها فرصه قبل في عاده وراوه، وكان يعني ناجح في المهام تاعه وبشهاده وراوه، يعني متفائلين هنا به تعيين وليد صادي، راهو خير على الكره الجزائريه، وراح ترجع الكره الجزائريه، راح ترجع لهيبتها. نعم، ان شاء الله نتمنى التوفيق لوليد صادق رئيس الاتحاديه، ونشاهد تغيير بالجمله في البطوله المحترفه او في غيرها، حتى بالنسبه للمنتخب الوطني. يعني بالنسبه لاقناع اللاعبين، شاهدنا دور بالماضي كابتن عبدو في اقناع اللاعبين، يعني انضمام قويري مؤخرا للمنتخب الجزائري، انضمام شايبي، انضمام بوعناني وغيرهم، كذلك حديث عن عدلي سابقا بانتظام يعني اللعب اساسي حتى يلتحق بالمنتخب. كيف ترى دور بالماضي وكذلك في اقناع اللاعبين وانضمام قويري للمنتخب الوطني؟ دور فعال لانه في مع عهد ما بعد زطشي كان فراغ كبير في الاتحاديه، تولى الأمر وتولى المسؤولية تولاها بالماضي، دور فعال جدا في إقناع اللاعبين خاصة المزدوجي الجنسية، لأنه عنده لغة خاصة، عنده تواصل خاص معهم، طريقة خاصة، والدليل أنه عادة سلاسة كبيرة في إقناع اللاعبين هذم، سهولة كبيرة في إقناع اللاعبين هذم. ولنا نتفكروا في عهد روراو في الإقناع اللاعبين، نتفكر في عهد روراوة اللي الشيء اللي يقوم به بالماضي في مع لاعبين مزدوجي الجنسية هذا شيء كبير ودور فعال جدا، لو ما كانش بالماضي احتمال تكون هذه المواهب تكون في منتخب آخر غير المنتخب الجزائري. نعم، عندما نتحدث عن جودة أمين قويري، هل هو قادر على تقديم الإضافي بالنسبة لخط الهجوم في المنتخب الوطني الذي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة؟ يعني الهجوم يعني بضاد بنجاح يعني نقصت تلك الجودة التي كان يمتلكها في السابق، سليماني يعني لم يكن بذلك، يبقى سليماني هو تاع المنتخب، لكن يعني تحتاج إلى رأس حرب حقيقي خاصة قادمين على كأس أفريقيا في كان الكوديفوار، هل ترى أنه ربما الأنسب لقيادة هجوم المنتخب الوطني؟ أكيد، لأنه العامل الأول والمهم الأنسب علاش عامل العمر، وهامش التطور عند هذا اللاعب، لاعب متكون في المدارس الفرنسية، لاعب 23 سنة، لاعب يمتلك الكثير من المؤهلات، أولها المؤهلات التكتيكية، هو لاعب مهاجم برتبة صانع ألعاب. نعم. لاعب هذا يحبذ اللعب خارج البوكس، نقوله نحن مش في الديزويت، يلعب خارج البوكس، والدليل أنه نسبة 6% فقط من تسجيله بضربات الرأسية، دليل على أنه بنزيمة جديد حتى في فرنسا من قبل، منذ أن كان في عمر 18 سنة 19 سنة يلقبونه ببنزيمة الجديد.
عنده مؤهلات كبيرة، والدليل إحصائيات اللي عنده. تقريبا الموسم 2022-2023 سجل 15 هدف مع فرنسا، مع ريان الفرنسي، كذلك في الدوري، وهدفين في الدوري الأوروبي. هذا ما نستثنو ضربات الجزاء، ما عنده حتى ضربات جزاء، معناتها رقم مميز وإحصائية مميزة جدا. والعام القبله العام قبله مسجل تقريبا حتى هو 10 أهداف عام 2021-2022، معناتها حصيلة جد مميزة. الموسم هذا مسجل 6 أهداف، مقدم تقريبا 3 أو 4 تمريرات حاسمة، معناتها حصيلة وحس تهديفي جد مميز عند اللاعب هذا. ونزيد نضيف لك معلومة أخرى، أنه ما هوش غير مهاجم رأس حربة، يلعب حتى على الرواق ويلعب حتى وسط ميدان. نعم، متعدد يعني المناصب بالتأكيد. وهذا ما يفيد عفوا جمال بالماضي من خلال تشكيلة المنتخب. دادا جباري، بما أن غويري للمنتخب الوطني، هل ترى أن غويري قادر على تقديم الإضافة في المنتخب ونحن مقبلين على كأس أفريقيا كوت ديفوار 2024؟ نشوف غويري، يعني أول حاجة هو منذ تعليم بالماضي كان يخدم وكان له الحرية في الاختيار، لكن مجرد انقلب عنا المكتب، يعني علاش نشوفه في الأونة الأخيرة عاد في شوي هكا ديما غاضب وديما في شوي يعني تحسه مضغوط دائما. مضغوط لأن عادوا دخلوا له في كما يقولوا الخدمة تاعه، ما عادش حاول تجيب. لكن منذ تعيين وليد صادي نقول الفريق راح يرجع، يعني حتى لاعب نقى شوي قدي يلعب يقدم، تعود الكتيبة كلها من بعضها واسمه، وانا متفائل له يش يعطي إضافة. أمير غويري، أمير غويري يعطي إضافة للفريق للمنتخب الوطني منتخب، وروح حتى البطولة تاعنا يعني مفروض بالماضي حتى هو لازم يدور عن الملاعب هنا، إن عندنا مواهب كبيرة ممكن يمدفونها. نعم، شوفنا حتى من ربما اللاعبين الاتحاد هنا لازمنا استضافة بالنسبة لجمال بالماضي في القاعة الشرفية بالنسبة لمباراة الاتحاد. عذرا فقط على الرقم الجديد المسجل برقم غويري، مسجل هدف واحد لأنه ما توظفش كرأس حربة، توظف كجناح أيسر الموسم هذا، مسجل هدف واحد فقط ولازم الدكة، يعني بسبب إعلان القرار ألزموه الدكة خاصة في المباراتين الأخيرتين كوسيلة ضغط، لكن وهو في الدكة أعلن يعني القرار انتهى، يعني ضرب المدرب وضرب رئيس النادي الذي أكد كذلك أن ربما لم يحسم قراره، وجاء غويري يعني مباشرة بعد وضع أهلاني في الدكة أعلن قراره بانضمام للمنتخب الوطني. هل ترى ربما كابتن عبدو يعني بعد انضمام غويري وعوار وغيرهم التحاق ريان شرقي بالمنتخب الوطني ربما ما زال يحلم بالمنتخب الفرنسي؟ هو ما زال يحلم بالمنتخب الفرنسي، ولو أنه المنتخب الجزائري يعطي للاعب فرصتين ما يعودلوش الثالثة. أرى أنه بجمال بالماضي قد أعطاه كثير من الفرص، لكن ربما هذيك قناعات اللاعب ما نعرفوش وش كاينة بعدها، ولو أن اللاعب ماشي في السكة مع الفريق تاعه ما يحبش يضغط على روحه بأخذ قرار في الوقت الحالي بالضبط. نعم، هل ترى اللاعب الوحيد الذي ينقص يعني بعد قدوم عوار وغويري وشايب تقريبا جماهير الجزائري متفقة أن ربما ريان شرقي يعني هو اللاعب الوحيد الذين يتمنون يعني يكون متواجد في المنتخب وخاصة بكأس أفريقيا؟ نعم، هو يقدم إضافة للناقصة والإضافة المرجوة منه، مازال الحلقة الوحيدة اللي مازالت تخص المنتخب الوطني الوقت الحالي، ولو أنه حتى بدون قدومه ما باش تمشي الأمور عادية جدا، خاصة بقدوم غويري في الوقت الحالي. نعم، سد فراغ على الأقل. نعم، بالفعل قرار غويري أن يكون محاربا على أن يكون ديكا كاين حتى ربما إضافة في رأيي حتى برهيمي مازال يقدم. نعم، نقطة مهمة جدا ذكرها ياسين إبراهيم الذي يقدم مستويات مميزة روان تقدم السن، لكن مازال يلعب 7 أهداف في 4 مباريات في الدوري القطري. لماذا بالماضي لا يستدعي ياسين إبراهيمي وأخرا كابتن عبدو، يعني خاصة بعد التصريح الأخير الذي حمل جمال بالماضي المسؤولية الكاملة وقال أن بكاري قسامة هو ليس المسؤول عن إقصاء المنتخب الوطني؟ ربما هذه التصريح أفاضة الكأس. نعم، التصريح هذا هو اللي أفاض الكأس وخلى اللاعب يأخذ برؤية أخرى بزاوية أخرى. التصريح هذا هو اللي أثار الفوضى وأثار الضجة واللي ما خلاش اللاعب يستدعى في عدة تربصات الماضي. نعم، هو قسامة كان جزء من الإقصاء، مش يعني كليا الحكم كان جزء من الإقصاء.
نعم بالتأكيد يعني يتحمل بعض اللاعبين وكذلك بعض من المدرب الماضي. هل ترى أن في يعني تربص أكتوبر للمنتخب الوطني، هل ترى أن ياسين برهيمي سيكون في القائمة جمال بالماضي كابتن جباري أو ربما يقول يعني وليد صادق ممكن راح يصلح بيت هو وسوء تفاهم مع المدرب، لكن قبل تحديد ما كانش باش يبدو يقول ايه روح نستدعي هذا وهذا المدرب وندير جلسه صلح، ما كانش كما قلنا قبل الناس هكاك تلعب وتكون، لكن وليد صادق ما يظن راح يستدعيه ويدير لهم جلسه تاع صلح ويكون فيها الخير، لان لازم ضروري حضوره ابراهيم لازمه. نعم يقدم مستويات مميزه يعني يستحق ان يكون في قائمه الناس اللي ما تعرفهاش يقول لك راه ما عادش منه، كل الناس يقول لك هو عاد شايبه وما عادش لا لا اللي يعرف الكوره ويفهم ابراهيم مسكر بلاصته. نعم ارقامه مميزه جدا ويتفوق عن الكثير من اجنحه المنتخب الجزائري. نتمنى التوفيق على كل حال لفريق الاتحاد واولمبيك المجرن والمنتخب الوطني ورئيس الاتحاديه وليد صادي. كلمه اخيره عبدو تريد ان توجهها من خلال هذا المنبر قبل أن نختم الحلقة هذه، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الحياء فينا هو خلق بعث في الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ليتممه، لكن أرى أن فئة من الجمهور أصبحت لا تعي بقيمة هذا الخلق العظيم. ولايتنا لم تكن كهذا الوقت الحالي، فئة وشرذمة وفئة لا تمثل كامل الجمهور الصوفي أصبحت تلطخ في سمعته وتلطخ في اسمه، وكما يقول المثل إن لم تستحي فافعل ما شئت. كثيرون هم يفعلون ما يشاءون لأن الحياء أقل فيهم، وللأسف الشديد الضحية سيكون الفريق اليوم، هذا المدرب أو اللاعب أو حتى المسير، هنا وغدا ليس هنا. فالمصير مصير الفريق ومصير أنت أيها المناصر الوحيد، لأن الكثيرون كانوا يحلموا بفرصة كبيرة تعطى لهم في المحترف، وها هي الفرصة أمام أعيننا ونكاد أن لا نستغل هذا الكنز العظيم. للأسف الشديد هي جماهير تعد بالأصابع ولا تمثل كامل الجمهور الصوفي. لذا ورجاء الكبير من العقلاء ومن الكبار القوم لدى المناصرون أن يلتفوا لحمة واحدة ويكفوا عن هذه الخصال الدنيئة والرديئة لدى جمهورنا السوفي الذي كان في وقت سابق يضرب به المثل جمهور واعي وجمهور راقي، وهي هي السنوات الأخيرة تكاد تتلاشى هذه الصفة المميزة فيه. نرجو من الجميع أن يلتف للحد من هذه الصفة الذميمة. نعم شكرا لك كابتن عبدو كفيت يعني تقريبا كلمة أخيرة كنصيحة بك نداء موجه لإدارة اتحاد سوف وتشوف وإدارة أولمبيك المجرن ماذا بهم يخصوا نسات هكا غدوة جلدة في المدرجات مش ينظموا هكا اللي حادف وكل سب الناس نعم هكا بعد زم هكا يخصوا نسات يزيروهم يختاروا نسات هكا لباس بهم ويفرقوهم من المدرجات بالعكس تصير مشاكل لا يراقبوا قد يراقب كاش واحد يمشي حادف نتكلم لا واحد باش يسب ولا بعارك نحبسه شو نعاونوا الامن فعلا مش هنا باش نديروا مشاكل لا باش نعارك ولا شنو باش نظموا فقط واحد يريح منا واحد واقف منا وهذا هو اللي مريح شفت واحد باش يحادف قال ما تحادفش واحد باش تعارك ونروح نفرموا بيناتهم هذه فعلا يعني لانه فئه قليله هذيك صغيره تخمج لك المدرجات الكل نعم لضمان سيرورة اللقاء هذه نعم شكرا لك كابتن عبدو شكرا لك كابتن الجباري على الحضور إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى الختام على أمل أن نلتقي مجددا في حصة خاصة مع ضيوف جديد ونتمنى بكل تأكيد فوز الاتحاد وفوز أولمبيك المغرب في اللقاءين القادمين إلى هنا وصلنا إلى الختام إلى اللقاء